فكرة يا جماعة، المكان ده تراث سوري على أراضي أرجنتينية، يعني داخل الأراضي الأرجنتينية، التراث السوري. عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا بخير جميعا، جمعة مباركة عليكم جميعا. شايفين المكان ده يا جماعة؟ المكان ده حضاري وتراث من التراث العربي السوري، من أيام الرئيس الأرجنتيني العربي من أصول عربي كارلوس منعم. كارلوس شاول منعم ده اسم أبوه يا جماعة، وأمه اسمها مهيبة عقيل سليمان. أبوه وأمه يا جماعة هاجروا إلى الأرجنتين واستقروا في مقاطعة لاريوخا، وتحديدا قرية أنيلاكو. ولكن يا جماعة هم أصلا من سوريا، من قرية يبرود، ماشي، فقرروا الهجرة للبحث عن حياة كريمة وحياة أفضل. ولكن أمه وأبوه كانوا مسلمين يا جماعة، أمه وأبوه كانوا مسلمين، ولكن كارلوس منعم دخل المسيحية وتدرج في المناصب حتى وصل إلى الحكم في دولة الأرجنتين. كارلوس منعم لما كان بيحكم الأرجنتين كان عنده الفكر لدول العالم الثالث يا جماعة، وهو بيحكم تاخد بالك، غير كتير في منظومة الدولة، وغير في القانون، وخلى الأرجنتين يا جماعة منفتحة على الاقتصاد العالمي. منذ بداية صعود الرئيس كارلوس منعم من الحكم، وبدأ تدفق اللاجئين العرب إلى دولة الأرجنتين، وخاصة من الجالية السورية واللبنانية. يعني هنا لو سألت أي واحد أرجنتيني هيقول لك أنا أصولي عربية من زمان يا جماعة، من ساعة ما الرئيس كارلوس منعم مسك الحكم للبلاد، وبدأ تدفق اللاجئين إلى دولة الأرجنتين والعيش فيها. كارلوس منعم يا جماعة لما مسك الحكم غير الاستراتيجية بتاعت البلاد، غير حاجات كتير في القانون والدستور، سمح بالاستيراد والتصدير بالتجارة العالمية. يعني زمان الأرجنتين كانت منفتحة عن الاستيراد والتصدير داخل دول ميركسور أمريكا الجنوبية. كارلوس منعم فتح الصادرات والواردات على جميع الدول أنحاء العالم يا جماعة، غير استراتيجية الدولة. تخيل الفكر العربي، تقدر تمسك منصب داخل الدولة، ما بيسألوكش انت من أصول عربية، انت من أصول أفريقية، ملوش دعوة، انت أصبحت أرجنتيني، من حقك تمسك مناصب كبيرة أوي في الدولة، ومن حقك تمسك رئيس الدولة كمان. الأرجنتين من أكثر الدول في العالم اللي بتحترم حقوق الإنسان طبقا للدستور والقانون. ولكن يا جماعة الجالية العربية توجد بكثرة في بونس أيرس العاصمة الأرجنتينية، وخاصة الجالية السورية، وأيضا توجد قرية اسمها أنخليتا يوجد بها مجموعة من السوريين المهاجرين الذين هاجروا سنة 1908 يا جماعة. ومن بعدها استمرت الهجرة إلى دولة الأرجنتين، وفي عهد الرئيس كارلوس منعم ازدادت الأعداد بكثرة يا جماعة، تركوا أوطانهم ليبحثوا عن وطن أفضل. ولكن يا جماعة معظم السوريين الموجودين في الأرجنتين ما فيش حد بيشتغل بالراتب خالص، كلهم بسم الله ما شاء الله فاتحين مشاريع ومستثمرين، فاتحين محلات شيش، فاتحين مطاعم شاورما، فاتحين مطاعم حلويات. الله يرزق الجميع، بس أنا بنقل لك الواقع يا صاحبي، أنا بنقل لك الواقع الموجود.